كابتن هادي، هل لحضرتك تفسير من بعد طبعا فوز النادي الاهلي وحسم بطولة الدوري ثم الفوز على الزمالك برباعية، يعني التعادل مع حرس الحدود ثم الخسارة من بيراميدز ثم التعادل مع المصري النهاردة، ففي تفسير عند حضرتك؟ هو طبعا التفسير اللي عندي ان طبعا اللعيبه يعني كانت نشوه الفوز والفرح بالدوري كانت عاليه شويه والتركيز قل، ويعني اهتمامهم بالمباراه الاخيره بعد خسارهم على الدوري كان اهتمام واضح ان هو ضعيف جدا، وابتدى كمان الجهاز الفني برضه يتعامل مع المباريات، ما قدرش يلعب ولا بتشكيل كامل ولا هو بلعب بفريق الشباب مثلا وادى فرصه لكل المجموعه، ابتدى يعمل توازن برضه، فالتوازن ده برضه عمل خلل شويه في صفوف الفريق. اعتقد يعني ما كانش فيه اهتمام بالمباريات اللي فاتت بعد الحصول على الدوري. يعني كابتن هادي، يعني هل في حد من اللعيبه اللي شاركت النهارده من اللي ما يعني من اللي ما كانوش بيشاركوا بشكل اساسي لفت انتباهك ولا لا؟ والله ما حسيتش شويه ان الفريق يعني كان كله عايز يثبت نفسه بشكل فردي، فما كانتش واضحه قوي ان حد ملفت للنظر، لان هو لو لعبوا بشكل جماعي اكتر وبشكل تنظيمي يعني شكل او هويه النادي الاهلي النهارده ما كانتش واضحه خالص في المباراه، وقوه شخصيه النادي الاهلي ما كانتش واضحه في المباراه. نتيجه يعني اللعيبه طبعا بقى لها فتره كبيره مش موجوده في الملعب، وابتدت عايزه تقدم نفسها للجمهور وللناس، بس في وقت يعني اعتقد مش وقت صحيح، لان الطبيعي ان اللعيب الصغير اللي بيطلع المفروض بيطلع في وسط تيم متكامل عشان التيم ده يسنده ويقف جنبه ويساعده في المباراه، لكن كل لعيبه بيبقى حتى لو هو نوعيه كويسه كل لعيب دلوقتي ما بيقدرش يفكر في التيم كتيم جماعي، بيفكر في الناحية الشخصية بس، فبالتالي بيطلع الأداء باهت. يعني كابتن هادي، هل النادي الأهلي محتاج بديل لعلي معلول ولا لا؟ محتاج طبعا أكيد، علي معلول لعيب كبير جدا وأدى دور كبير جدا السنوات اللي فاتت مع النادي الأهلي وعمل مجهود رائع وقدم كرة كويسة جدا، لكن هو لوحده في المكان ده بسنه المتقدم صعب جدا، فلازم يكون في بديل يساعد علي معلول في الفترة اللي جاية، والبديل ده يكون قوي يعني يكون برومسنج للمستقبل للفريق الأول يعني، لكن إن أنت تفضل بتتكل على علي معلول، طبعا علي بيأدي ما شاء الله كويس لكن عنده طبعا مشاكل شوية في الناحية الدفاعية، لكن النادي الاهلي دايما عشان في حاله هجوميه دائما، فبتلاقي ظهور علي معلول في الشكل الهجومي يدي نقله نوعيه للفريق، لكن اكيد لازم النادي الاهلي يشوف لعيب ظهير ايسر او اثنين كمان يبقوا موجودين في المكان ده يعني مستمرين بعد علي معلول. هل الافضل ان النادي الاهلي، وحضرتك قلت جمله مهمه جدا، ان لازم يكون اللاعب اللي هيتم التعاقد معاه يكون بديل لعلي معلول يكون مستقبل للنادي الاهلي، هل النادي الاهلي يتعاقد مع لاعب صغير في السن ولا يتعاقد مع لاعب عنده خبرة واسم كبير وطبعا هو افضل او من افضل اللي بيشغله هذا المركز، اقصد احمد فتوح، فبالتالي هتبقى صفقة كبيرة وصفقة فيها شو كبير، فممكن تبقى دي ليها تأثير كمان كويس بالنسبة للنادي الأهلي. هو اعتقد الجيل الوسط اللي هو في سن مثلا ال 25 سنه زاد شويه اقل شويه، السن ده مقبول بيبقى عنده قدر كبير من الخبرات بتحميه ان هو يقدر يدخل تيم النادي الاهلي مع جمهوره مع ضغط البطولات يقدر يشتغل بشكل كويس، لكن اللعيب الصغير قوي هياخد وقت كبير شويه قبل ما ينضج، واللعيب الكبير قوي ما انت عندك علي معلول لعيب كبير في السن كمان، فانت عايز الجيل الوسط شويه اللي هو من 25 27 اللي هو واقف على رجليه وفي نفس الوقت عنده خبرات. يعني كابتن هادي، الأهلي من وجهة نظر حضرتك ليس في حاجة للتعاقد مع أحمد فتوح؟ لا مش على كده، احمد فتوح من اللعيبه
انا بتكلم مميزين على جدا. مستقبل للنادي الاهلي. انت بتتكلم عامة، لا طبعا لو النادي الاهلي محتاج يتعاقد مع لعيبة موهوبة، بغض النظر طبعا انا بتكلم على الامثل، ان انت بتتكلم في سن نموذجي يعني، لكن انا بتكلم على لعيب موهوب، لا طبعا انت اي لعيب موهوب والنادي الاهلي شايفه ان هو يكون متميز ويقدر يتعاقد معاه يتعاقد معاه، بغض النظر عن الاسامي اللي انت بتذكرها طبعا، لكن بنتكلم هو حق مشروع لاي نادي ان هو يتعاقد مع اي لاعب طالما هو شايف فيه ان هو هيكمل نواقص عنده في الفريق. النجم الكبير الكابتن هاري خشبة، بشكرك طبعا، وقال كلام مهم جدا في تعثر النادي الأهلي في الثلاث مباريات